على الفريق الألماني صاحب الأرض والجمهور وكرة ملعوبة أمامية لكن تنقطع. محمد صلاح يحاول يخطفها ويقطعها من أمامه اللاعب ألابا. توج بطل بطولة الرابعة 2013 في ميونخ في نفس هذا الملعب أليانز أرينا. ويومها بايرن ميونخ أيضا فاز باللقب بعد أن فاز في النهاية على مانشستر سيتي بهدفين لهدف. البطولة الخامسة 2015 على هذا الملعب بايرن ميونخ كان هو البطل يومها، فاز على ريال مدريد بهدف مين اللاعب اللي موجود حاليا ليفادونوفسكي، هدف وحيد على ريال مدريد. كرة ملعوبة اللعب الآن، محاولة لكن سهلة جدا عند حارس المرمى، توصل إلى ماني. السلام على ماني، يا سلام على ماني، لاعب رايح حقيقة ماني. كرة ملعوبة أمامية خطيرة خطيرة هذه خطيرة هذه محمد صلاح. جول جول الله، شال حارس المرمى محمد صلاح. ميونخ متعة أوروبا بتواجد أربعة فرق. ماني يتقدم صاحب الهدف يتقدم. محمد صلاح ماخذها مكان جيد. كرة ملعوبة سهلة يا ماني، سهلة يا ماني. وبالتالي الفائز من هذه المباراة سيقابل مين؟ سيقابل سيقابل أتلتيكو مدريد يوم غد. طبعا هذه بطولة كاس أودي تنقل لكم عبر الشارقة الرياضية. كرة ملعوبة حارس المرمى كاريوس يغامر في اللقطة الماضية توماس أرنولد. الكرة إلى خارج الملعب الآن. محمد صلاح سلامات اللي ذكرت بأنه يبحث عن كعاشر مصري يسجل في أو يهز شباك بايرن ميونخ. محاولة المرور عن طريق اللاعب مولر أو عفوا خامس. كرة ملعوبة حاول لمحمد صلاح، في خطأ على محمد صلاح، في خطأ على محمد صلاح. ومحمد صلاح كما ذكرت المصري يريد يسجل اسمه رسميا في الدوري الألماني كان يلعب ماينز، سجل هدفين وما تعادل ماينز مع بايرن ميونخ 2-2 وخسر 2-3، سجل هدفين في مباراتين. ويوم كان يلعب زيدان في هامبورغ سجل هدفين أيضا، أو سجل عفوا هدف عندما تعادل مع بايرن ميونخ هدف مع هامبورغ. ويوم كان يلعب في بروسيا دورتموند سجل هدف عندما خسر بروسيا أمام بايرن ميونخ 1-3. زيدان سجل 4 أهداف يعني 12، يعني اليوم تسمع كلام كل فلوس في فلوس، ملايين تتكلم في أرضية الملعب. كرة ملعوبة محمد صلاح لاعب المصري ملعوبة. رافينيا يتقدم، سانشيز لاعب مميز جدا يلعبها أمامية لكن خاطئة. شوف الأخطاء الفردية كثيرة لدى لاعبي بايرن. كرة ملعوبة ماني السنغالي، ماني صاحب الهدف، ماني يبحث عن زميل، كرة معه نزلت الخطأ. يا سلام كرة ملعوبة، جول جول سجل محمد صلاح، سجل المصري وسجل اسمه، سجل اسمه كعاشر لاعب مصري يسجل في مرمى بايرن ميونخ. يا سلام على ماني، يا سلام على المتابعة لمحمد صلاح، هدف ولا أجمل. الله على اللعبة الجميلة من ماني، ولعبة بعد ذلك من مورينو، وراسية محمد صلاح يأتي بهدف ثاني. شوف خلص حارس المرمى لكن محمد صلاح، شوف المتابعة، هذا اللاعب الهداف محمد صلاح براسه يسجل في مرمى بايرن ميونخ، في مرمى بايرن ميونخ هدف في الدقيقة 34. طبيعي كرة ملعوبة اللعب 45 دقيقة
شارفت على انتهاء ثواني وينتهي الشوط الأول، وليفربول يتقدم بهدفين نظيفين لماني ومحمد صلاح. لكن شوط أول تفوق في ليفربول لعبا ونتيجة وأداء وانتشارا وتكتيكا، وتأتي الصافرة من حكم المباراة لتعلن نهاية شوط المباراة الأول، ليفربول هدفين، بايرن ميونخ لا شيء بإمضاء ماني ومحمد صلاح. تركم في استراحة أيضا فيرمينو أيضا لم يظهر بالمستوى، لكن محمد صلاح ماني كان متفوقا مع فريق ليفربول في هذه المباراة. في الجانب الآخر بايرن ميونخ لم نشاهد خميس، لم نشاهد مولر، لم نشاهد ريبيري، شاهدناهم فقط موجودين في التشكيلة في أرضية الملعب. كثير ممكن يقدمون لنا في هذه المباراة. هدفين مقابل لاشي بداية الشوط الثاني. الكرة ملعوبة الآن، المحاولة لليفربول. ناديين كبيرين بالتأكيد، لهم اسمهم وتاريخهم ولهم إنجازاتهم وبطولاتهم ونجوم كبار. ملعوبة أمامية اللعب، محاولة فرصة الأمامية، أيضا نزول. سجل الهدف رقم 13 للمصريين في مرمى بايرن ميونخ. كرة اللعب توصل، ملعوبة أمامية جهة اليسار، مورينو يرسل إلى كوتينيو. كوتينيو، يا سلام يا سلام، وراية على محمد صلاح، راية على محمد صلاح، لعبة جميلة 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 اللعبة، لكن الراية على محمد صلاح. نعم كان متقدم، الراية السليمة والتسلل الواضح على محمد صلاح. بايرن ميونخ حتى الآن متأخر بهدفين. كرة ملعوبة، حاول اللعب، يا سلام، مرور جميل، لكن بعد ذلك استخلاص الكرة الماضية تبعد. أقرب للنهاية لمقابلة أتلتيكو، هو ليفربول متقدم بهدفين، لكن لا زال هناك وقت متبقي. بالتأكيد يوم الأربعاء غدا إن شاء الله تعالى المباراة النهائية 8:45 بتوقيت الإمارات. محمد صلاح يتقدم، يحاول يمر، ضغطية موجودة والإبعاد من هوميلز. سانشيز يعدي من الأول، يحاول يعدي من الثاني، وتنقطع، وصل مرة أخرى، محاولة لليفربول بشكل جيد تتخلص الكرة الماضية لبايرن ميونخ. ميونخ لاعب الذي سجل في مباراة السوبر أمام ليفربول في 2001، كان لاعبا في بايرن ميونخ البوسني حسن صالح حميدتش، ثم سجل في المباراة اللي فاز فيها ليفربول 3-2 في السوبر الأوروبي 2001. كرة ملعوبة هذه خطيرة، فيرمينو يحاول، لكن هوميلز بيخلص الكرة الماضية. نص ساعة متبقية، لكن المدرجات تتحرك الآن بتصفير. حاولت مستمرة، كرة ملعوبة اللعب توصل، عمان نزل مكان خامس. كرة اللعب توصل، محاولة الآن جهة اليمين، هي خطأ، فيرمينو يتعرقل في هذه اللقطة ويكسب خطأ. هذا هو واضح في الصورة ليفاندوفسكي، ليفاندوفسكي دوفسكي ليفاندوفسكي. كرة اللعب توصل، التبديلات مستمرة. إذن أرنولد يترك أرضية الملعب.
ليفربول. محمد صلاح أيضا سجل هدف، اللاعب المصري المميز حتى الآن مع ليفربول. تحية كبيرة.